فلوينت، برنامج اللي راح نشتغل عليه اليوم اسمه فلوينت. قلنا مثل ما قلنا هو يتعامل ويا الفلويد فلو او الستادي فلو، يعني الفلويد الساكن ايضا اذا كان متعرض الى درجات حرارة او ضغوط بداخل الحيز، او اللي يجري بداخل انابيب او دكتات او غيرها، وايضا متعرض الى شتى انواع الاحمال. راح الواجهة مال البرنامج هي هذا السلكشن مال البرنامج هو هذا فلويد فلو فلوينت. اوكي، ايضا لاحظ هنا أنا اختفت عندنا خطوة الانجينيرينج داتا او الخانة مال الانجينيرينج داتا، لان هنا المواد اللي نسوي لها سلكشن راح تكون موجودة بداخل البرنامج. راح تشوفون انه الواجهة تختلف، هسه راح ندخل على البرنامج، هذا الواجهة ما تختلف عن ما تعاملنا به بالبرامج السابقة، فنريد يعني شوية تركزون لان حتى ما يصير عندكم تداخل بين البرامج وتعرفون كل برنامج وشنو استخدامه. بالبداية راح نرسم جيومتري بشكل مكعب او متوازي مستطيلات بالشكل هذا داخل برنامج السوليد. راح نرسم هذا الشكل، نعطي هنا طبعا هنا الوحدات مالتنا بالمليمتر، فراح نعطي 2000 مليمتر، وهنا هذه ألف، ونعطي اكسترود بمقدار ألف أيضا. راح يشكل لي فتح حيز متوازي مستطيلات. هنا الحالة الأولى اللي راح أخذها هي حيز مغلق بداخله هواء، يعني بداخله سائل معين سواء مي أو هواء، و راح نسلط عليه حرارة من جهة معينة، وراح نشوف الناتشرال كونفكشن اللي راح يصير بيه، و اوكي هسه لحد الان الجيومتري كملناها. وراح ندخل على البرنامج نسحب الجيومتري مالتنا من مكان التسييب هذه. هنا نلاحظ انه هسه ما راح ادخل على المش، هنا راح يطلع لي برنامج خاص بالمش، واجهته تختلف عن الواجهة اللي كنا نشتغل بها سابقا. هنا هذا برنامج خاص فقط بالمش، يعني اذا نرجع على البرنامج الفلوينت الخطوات مالته، الخطوة الاولى خاصة بالجيومتري، يعني اقدر افتح الجيومتري وحدها، عندي برنامجين اللي هو السبيس كليم وعندي الديزاين موديلر اذا عندي تغيير عليها او اذا اريد ارسم به، ايضا اقدر ارسم هذين البرنامجين. وعندي بالمش هذا البرنامج راح يطلع لي هاي الواجهه مالته، هاي المش. هنا أنا لازم اعرف السطوح اللي راح اسلط عليها لود قبل ما ادخل للبرنامج الرئيسي. الحالة اللي راح ناخذها هنا مثل ما قلنا هي ناتشرال كونفكشن، يعني هذا حيز نعتبره مثل غرفة مغلقة، وأحد الجدران مالتها متعرض إلى حرارة عالية،
والجدار الآخر مثلا متعرض أو المقابل إلى متعرض إلى يعني درجة حرارته تكون واطئة، فراح يصير عندي المنطقة الحارة أو الجدار الساخن. شو راح يصير بيه؟ راح الهواء أو المائع القريب من عنده راح يسخن، واحنا نعرف انه بعملية من يسخن المائع سواء كان مي او سواء كان سائل العفو او غاز راح تقل كثافته، وبالتالي راح يرتفع بقوة الطفو اللي راح تتولد عليه نتيجة للسخونة، وبالتالي راح يصعد للأعلى، وعكسه راح يتم على السائل اللي يبرد أو المائع اللي يبرد لما يتعرض إلى سطح بارد. راح نشوفه إنه راح يتكث راح كثافته تزيد وراح ينزل للأسفل بفعل الوزن مالته وبفعل قوة الجاذبية، فبالتالي راح يصير عندي حركة بداخل هذا الحيز للمائع. الساخن راح يصعد والبارد راح ينزل للأسفل. هاي هي المبدأ العام للكيس اللي راح نشتغلها. أول خطوة قلنا نسوي المش، نشوف إنه هذا المش يعني يحتاج لأن نزيده، راح نعطيه شوية زيادة. لحد الآن هسه هذا المش مالتنا. قبل ما نروح للبرنامج الرئيسي اللي هو برنامج الفلونت، هنا نحتاج أن نعرف قلنا السطوح، يعني السطوح اللي أنا أحتاج أن أخلي عليها باوندري كونديشن لازم أعرفها قبل ما أنتقل للبرنامج الرئيسي. وأنا أعرفها؟ أعرفها ببرنامج المش، البرنامج الخاص بالمش. شنو هي السطوح الثانية اللي احتاج ان اضيف عليها لود؟ السطوح اللي هو مثل ما قلنا اكو سطح ساخن واكو سطح بارد، فراح اخذ مثلا على سبيل المثال هذا هو السطح الساخن، اشير عليه رايت كليك واقول له كرييت نيم سيلكشن، وانطيه فد اسم مثلا اسميه هوت وورم. اوكي، السطح المقابل له مثلا حنطي اسميه ايضا، اروح رايت كليك عليه وكرييت نيم سيلكشن وانطي كولد وول. هنا صار عندي هسه شوف هنا النيم سيلكشن نزل هنا، هسه نفتحه شوف صار عندي الهوت وول هذا مؤشر والكولد وول المقابل له بهالشكل. بقية السطوح ما راح اسميها، راح يعتبرها البرنامج يعني هو يسميها يعطيها اسم وول والتايب مالتها ايضا وول، و راح يعتبرها سطوح معزولة، يعني الكيو عبرها يساوي صفر، يعني الحرارة المنتقلة من هاي الجدران اللي انا ما اعطيتها تسمية وما راح اضيف لها باوندري كونديشن راح يعتبر ان الحرارة المنتقلة عبرها صفر، وراح يعتبر انه سرعة الفلود عند هاي النقطة او عند هذا الجدار هي صفر، يعني راح يعتبره وول. بالمناسبة هسه احنا هذا الشكل اللي احنا راسمين، اكو احد يقدر يقول لي شيء يمثل هذا؟ بالنسبة للطلاب يعني اسألكم في السؤال والله، إذا كان عندك جريان بأكثر من طور. طبعا هاي الخطوات شوية ما سجلتها فراح أضطر إنه أعيدها إذا تسمحوا لي. إحنا قلنا بعد ما كملنا عملية ال نعيدها من البداية، قلنا بعد ما كملنا عملية المش سوينا أبديت، هنا نسوي أبديت هاي الخطوة حتى يأشر صح على المش. بعدها ندخل على الفلوينت لانشر، والخيارات هنا
موجودة يعني للي يريد يتعلمها، احنا راح نشتغل على الديفولت، ما راح نغير بيها شيء. فعندنا دبل بريسيجن مثلا، عندنا 3D او 2D، هاي بعدين الخطوات يعني ممكن اللي يتعمق بهذا البرنامج يقدر يتعرف على هاي الاوبشنات. نشغل البرنامج راح تطلع لنا الواجهة مال البرنامج الفلوينت اللي احنا بدنا نشتغل عليه، واللي يتعامل ويا الفلويد فلو او الفلويد بصورة عامة بعدة حالات. هنا طلعت المش او مال الجيومتري اللي يعني اشتغلت عليها، وطلع لنا الخطوات مال برنامج الفلوينت اللي دا اشوفها على اليسار، هذه الجنرال والموديل والماتيريال وغيرها. اجي على الجنرال، خطوة الجنرال اقدر اسوي ديسبلاي وسكيل للجيومتري مالتي، اقدر اشتغل على السولفر بريشر بيست او دنسيتي بيست اذا كان متغير الكثافة، الحالات اللي تكون بيها الفلويد كومبرسبل، والنوع الفيلوسيتي فورميليشن هل هو ابسولوت لو ريلاتيف، هل الكيس مالتي هي ستيدي لو ترانزينت، اقدر اشرها من هنا. خطوة الجرافيتي هاي نحتاجها ننزل بيها قيمة التعجيل الارضي باتجاه الواي، لانه مثل ما نشوف الواي البوزيتيف للاعلى والنيجاتيف للاسفل، فاعطيه ناقص 9.81 للاسفل، يعني ادخل تأثير التعجيل الارضي حتى الفلويد اللي هو راح استخدم هنا الهواء داخل هذا الحيز، الفلويد راح يكون راح يتحسس التأثير الجرافيتي اذا دخلت تأثير الجرافيتي من هنا. وشلون يتحسس؟ لانه عندي حالة ناتشرال كونفكشن، عندي سطح ساخن وسطح بارد. الخطوة اللي بعدها نروح على الموديل، يعني الموديلات اللي تشغلها يعني هي موديلات المعادلات اللي انت تريد تشتغل عليها. المالتي فيس فلو نضغط عليها، عندك عدة موديلات للمالتي فيس فلو تقدر تشتغل اذا انت تشتغل جريان ثنائي الطور. الانرجي كويجن اذا عندك تأثير لدرجة الحرارة لازم تشغل الانرجي كويجن، فراح ندبل كليك عليها ونأشر عليها الانرجي كويجن. الفيسكوس تأثير الفيسكوسيتي من هنا تقدر، الديفولت مال البرنامج هو لامينار، لكن تقدر تشغل الفلويد انه تعتبره انه انفيسايد يعني غير ما بي لزوجة، يعني الايديال فلويد، او تقدر تاخذ موديلات التيربلنت فلو، عدة موديلات موجودة مثل كي ابسيلون كي اوميجا وغيرها، الرينال ديستريس وهاي موديلات، لكن احنا هنا راح ناخذ اللامينار فلو حاليا بهاي الحالة. ففقط شغلنا الانرجي واللامينار. بكو عندك موديلات اكو للرادييشن، اكو للهيت اكسشنجر، اكو انتقال الكتلة، اكو الديسكريت فيس، الاطوار المنفصلة او غير ممتزجة، السوليديفيكيشن والميلتينج، هذا ايضا الاكوستيك والوول فيلم والالكترو الكتريك بوتنشيال موديل. نجي على الخطوة اللي بعدها هي الماتيريال، نحدد هنا الماتيريال. الديفولت مال البرنامج بالنسبة للفلويد ياخذ الهواء، يعني اي جيومتري تدخله راح يعتبره هذا هواء الا اذا انت تعرفه من خلال دبل كليك على الفلويد، وتجي على الفلويد داتابيس، وعندك هنا بالفلويد داتابيس اكو عندك عدة مواد تقدر تختار من عندها، مثلا مي هواء ليكويد الووتر ليكويد او فيبر وغيرها، وتقدر تختار ايضا قاعدة بيانات مال السوليد نفسها، تدخل على السوليد ايضا عندك عدة مواد، او تقدر انت تضيف مواد، هذه ايضا الخطوة مسموح بها. انا اضيف مادة اذا ما موجودة بالبيانات هذه الموجودة عندك تقدر انت تضيفها. وهاي بالنسبة لل يعني هاي الامور للي يحب يطور نفسه يقدر يتعرف عليها. السيل زون هنا تجي تعرف البارت مالتك اللي انت راسمه، هذا الجيومتري
هو شنو، هل هو سوليد لو فلويد؟ تقدر من هنا طبعا اساني هذا البارت اقدر اسوي، هو التايب مالته فلويد اقدر اسوي سوليد، واذا سويته سوليد راح يعطيني خيار الالمنيوم. ليش؟ لان انا ما مختار غير سوليد بالماتيريال، لو مختار غير سوليد يعني مثلا كابر او ستيل راح يكون موجود عندي بالسيرز، لكن هنا انا ما مختار. زين اذا سوينا فلويد ايضا ما عندي بالفلويد غير فقط الهواء حاليا، ما مختار غير ماتيريال. الخطوة الثالثة هي الباوندري كونديشن، هنا نرجع على الباوندري كونديشن، اضغط على الباوندري كونديشن راح يطلع لي تسميات السطوح اللي اني سميتها وين اذا نتذكر بخطوة المش، بخطوة المش انا سميت كولد وول اللي هو هذا الجدار القريب علي، والهوت وول بالجهة الثانية، الجهة الثانية شلون ادخل عليهم. طبعا التايب مالتهن هنا انا اقدر احدده، هنا انا هسه التايب مالته هو وول، وول معناتها ماكو شيء يخترقه من الفلويد، يعني الفلويد ما يعبر هذه المنطقة. وثاني شيء كولد او هوت هذه انا احددها انه اضيف له مثلا درجة حرارة او هيت فلوكس، فهنا راح اضيف بالنسبة للكولد وول حضيف له درجة حرارة، مثلا اعتبر درجة حرارته هي سبعة وعشرين درجة، يعني هسه 300 هي تمثل جيد، تمثل 27 درجة، 27 درجة راح اعتبرها 300، هاي درجة حرارة الكولد وول اللي هو الجهة الثانية هذي. بالنسبة للهوت وول اروح على الايديت هنا، او اقدر اسوي دبل كليك عليه نفسه وراح يطلع لي نفس الواجهة. هاي الواجهة اقدر اضيف عليها يعني شيء، اقدر اغير على هذا الوول هنا اسمه، هنا المن هو قريب من يا بارت، هو تابع البارت ورقم واحد. هنا عندي قائمتين هي المومنتوم والثيرمال، طبعا بقية القوائم مغلقة لان انا ما مفعلهم، لا مفعل الراديشن ولا مفعل مالتي فيس ولا مفعل سبيشيز، فبقدر بس اقدر اروح على المومنتوم على الثيرمال. هنا انا اقدر اضيف طبعا بالثيرمال اقدر اضيف لهذا السطح او لهذا الجدار، اقدر اضيف له هيت فلكس، هنا اقدر اضيف له تمبرتشر، اقدر اضيف له كونفكشن اشوف انه بي كونفكشن لو لا، او اني اضيف له كونفكشن يعني اضيف فيلم كوفيشنت اللي هو الاتش، واضيف درجة حرارة الامبيانت، ايضا نضيف له راديشن اذا كان بده يتعرض للاشعاع او هو ده يشع. اوكي فاحنا هنا صرنا نعطي درجة حرارة، احنا نعطي درجة حرارة خلينا نقول 360 درجة كلفن، هاي طبعا بالكلفن درجات الحرارة. اوكي فهسه الكولد وول صار عندي درجة حرارته 300 والهوت وول 360. هذا هنا هذا بقية الجدران قلنا اللي ما سميناها هو سماها البرنامج وول بارت 1، وهذا الانتيرير هو الحجم او المجسم، يقصد به المجسم مال الثلاثي الابعاد مالتي. لحد الان خلصنا خطوة الباوندري كونديشن، نروح على الخطوة لحد الان هسه عندنا خطوة بالماتيريال. بالنسبة لنوع الهواء، الهواء اذا نتذكر نروح عليها، هاي الخطوة شنو بيها؟ بيها الدينسيتي، احنا قلنا الدينسيتي اذا نشوف تأثير الناتشرال كونفكشن، يعني شلون يصير الناتشرال كونفكشن او الانتقال الحر، انتقال الحرارة بالحمل الحر، لما يصير عندي حركة للهواء نتيجة تغير كثافته، يعني لما يسخن يصعد للأعلى ولما يبرد ينزل للأسفل، وهذه تعتمد على تغير الكثافة مالته، فلازم تكون عندي الكثافة شبيهة متغيرة، متغيرة ويا من ويا درجة الحرارة. أنا هنا هسه نشوف الكثافة بالنسبة للهواء، أعطيني إياها كونستانت، أنا ما أريدها كونستانت، أريدها متغيرة. شلون أسويها متغيرة؟ أما أني أنطي معادلة لعلاقة الكثافة بدرجة الحرارة،
هو اعتبره انه هو ايديال جاز، وراح يعتبر يستخدم الايديال جاز لو اللي هو بي في يساوي ام ار تي، وراح تكون الكثافه بهاي الحاله متغيره اعتمادا على القانون العام للغازات. اضغط تشينج كلوز. هسه انا غيرت المعادله اللي راح يعتمد بيها على كثافه الهواء. هنا بقى عندي الخطوه الاخيره هي خطوه الانيشيالايز. طبعا هاي الخطوات الباقيه ما راح ندخلكم بيها بتفاصيلها، راح راسا نروح على خطوه الانيشيالايز. قبل ما تبدي باي حل برنامج الفلوت لازم تسوي خطوه الانيشيالايز، تضغط دبل كليك عليها تطلع لك تروح على الستاندر انيشيالايزيشن. هذه الخطوه اللي تشوفها، هذه لما تختار هايبريد تختار ستاندر انيشيالايزيشن وتقول له انيشيالايز. هنا ايش راح يسوي بخطوه الانيشيالايز؟ راح يعطي قيم اوليه المن للمعادلات اللي راح يحلها، اللي هي معادلات نابير ستوك للفلويد. راح يعطي قيم أولية للسرعة ودرجة الحرارة والبرجر، يعطيها قيم أولية افتراضية، وبعدين يبدي يسوي إيتريشن البرنامج ويحل. نجي هسه الخطوة اللي بعدها هي الرن كالكوليشن. هذه رن كالكوليشن، بالرن كالكوليشن هنا أنا عندي ال number of iteration اقدر احدده، فراح انطيه مثلا 100 number of iteration. هنا number of iteration ايش راح يسوي البرنامج؟ راح يبدي يحل المعادلات اللي احنا شغلناها. احنا شغلنا بهاي الحالة شغلنا معادلات الفيسكوستي اللي هي نابير ستوك اكويجن، وشغلنا معادلات الانرجي. ليش؟ لانه عندنا تغير بدرجة الحرارة، فالبرنامج راح يشغل هذين المعادلتين بالاضافه الى معادله المومنتوم او العفو الكونتينيوتي المعادله الاساسيه بالفلو، وراح الى ان يتوصل الى الحل. أم طريقه التوصل الى الحل تعتمد على حالتين، اما انه راح يكمل ال 100 اتريشن هذه وجزء ما يوصل للحل، او راح يوصل للحل قبل ما يكمل ال 100 اتريشن، وبهاي الحاله راح يوقف. فهسه البرنامج ما راح يوقف الا بحالتين، اما يكمل المية كامله ويقول لي انا لهنا توصلت، واني اقدر احكم هل هاي الخطوات كافيه لو لا من خلال شكل الكيرفات اللي راح تطلع لي، او حسب الشرط اللي هو يشتغل عليه انه يوصل الى 10^3 بكل معادله الريسيجوال مالته، وبهاي الحالة راح يتوقف البرنامج. راح ننطر عنه ونشوف، او ننطر كالكوليت ونشوف البرنامج شلون راح يبدي يحل. لاحظ هاي خطوات الحل مالته شلون يسوي iteration البرنامج. هنا انا قال لي calculation complete. لاحظ انه خلص البرنامج 100 iteration بس ما انطاني انه solution complete. ليش؟ لانه الشرط اللي ياخذ البرنامج انه لازم كل المعادلات عنده اللي دا يحلها الريسيجوال مالتها يوصل الى 10^3. بس انا عندي فقط الانرجي كويجن نزلت للاسفل، لكن عندي المومنتوم بعدها والكونتينيوتي ايضا بعدها ما نازله، فاني اقدر انطي بعد خطوه ثانيه، اقدر انطي كالكوليت مره ثانيه، او اذا انا اقتنعت بشكل الكيرفات هذه راح اتوقف. طبعا سيسأل يقول لي، يعني جزء احد الطلاب يقول شنو شكل هاي المعادلات، هاي المعادلات شو تمثل، او هاي الرسومات شو تمثل. هنا هنا نلاحظ كل كيرف من هاي الكيرفات الى لون والى اسم، هنا يسموها هذه الريسيجوالز او المتبقي من المعادلات. احنا قلنا البرنامج شلون دا يحل، دا يحل بعملية الاتريشن، يعني دا يسوي ترايل اند ايرور، ينطي قيمة افتراضية للمتغيرات. شنو المتغيرات؟ هنا عندي سرعة
وعندي ضغوط وعندي درجات حرارة. انطاها قيم افتراضية أولية، وبعدين يرجع يحل البرنامج هاي المعادلات ويطلع القيم الجديدة إلها لتوزيع درجات الحرارة، الضغوط، السرعة، وراح يقارن القيم القديمة ويا القيم الجديدة، يعني القيم اللي بالخطوة السابقة ويا القيم بالخطوة اللاحقة، والفرق بيناتهم يطلعه يسمى بالريسجوال. هذا الريسجوال أو المتبقي بكل معادلة، بين الريسجوال هو الفرق بين القيمة القديمة والقيمة الجديدة. فإذا وصل الريسجوال هذا كل ما يقل وكل ما يوصل للصفر، معناته احنا الحل مالتنا اقترب من الاناليتيك، اقترب من الحل التكاملي الصحيح او الحل المثالي للمعادلات. لكن ممكن طبعا بما انه الحل مالتنا هو نيوميريكال وحل عددي، فما ممكن يوصل الى دقة 100% بالنسبة للنتائج، يعني ما ممكن تكون القيم القديمة والجديدة متطابقة بحيث يكون عندك النتائج بيرفكت. فدائما احنا نعتمد انه كل ما يقل عندنا مقدار الريسجوال هذا الى قيمة معقولة، قيمة معقولة حسب، طبعا هذا تعتمد على هواي عوامل حتى تقلل الريسجوال، من ضمنها هي عدد الاتريشن، من ضمنها طبعا عدد الاتريشن ياخذ من عندك وقت هواي، يعني على حساب الوقت، وعندك العامل المؤثر الثاني هو المش، عدد المش، عدد الاليمنت، هذا ايضا يأثر، والعامل الثالث هو دقة الباوندري كونديشن ومدى صحتها، يعني اذا كان عندك خطأ بالباوندري كونديشن ايضا راح يصير عندك حل مبتعد يسموه او دايفرج سوليوشن، وما راح تكون عندك النتائج، ما راح تقدر توصل الى نتيجه. هسه راح نعطي 100 اتريشن ثانيه، اقول لك كالكوليت مره ثانيه، راح نشوف، راح يستمر البرنامج الحساب 100 اتريشن ثانيه، شوف انه الكيرفات استمرت تنزل، معناتها انا دائما امشي بالاتجاه الصحيح. اذا اظل اسوي اتريشن بعد ممكن اوصل الى نتيجة مقبولة. هسه لحد الان احنا خلصنا عملية الرن، عملية الحل. نجي شلون نستعرض النتائج، اريد اشوف اساني ايش يصير بداخل هذا الحيز اللي انا كنت راسمه قبل شوي، ايش يصير بالفلو، شلون شنو طبيعة الحركة اللي تصير. نجي نشوف طبعا من هنا ما راح نقدر نستعرض الا اذا نسوين سطح داخل هذا الحيز، وراح اسوي انتبه وياي هاي خطوات شوي مهمة، شلون تسوي سطح يقطع الجيومتري مالتي. اروح على نيو سيرفيس، هنا وين رحت انا اذا انتبهوا وياي بالخطوات، على الريزلت، واروح على كونتورز، واروح على نيو سيرفيس، ايزو سيرفيس، نيو سيرفيس، ايزو سيرفيس، هنا راح اسوي سطح يقطع الجيومتر مالتي. فاروح على اختار السيرفيس اوف كونستانت مش، القطع اريده باتجاه الزد، لو باتجاه الاكس العفو اخذه، نعم باتجاه الاكس، اقول لك كومبيوت واخليه بالنص، يعني اخلي قيمة الايزو فاليو مالته صفر. ليش؟ لانه عندي الجيومتري يبدي مالتي من الناقص واحد الى الواحد متر. اوكي، اقول لك كرييت، هسه صار عندي السيرفس اكس كوردينيت اسمه 4، استعرض بيه البرجر مثلا على سبيل المثال، هذا السطح واسوي ديسبلاي للمش هذا
هذا هو الجيومتري مالتي، وهذا سطح بنصه، هذا سطح يمثل هسه البرجر. هسه هنا الكونتور مالتي شو يمثل؟ يمثل البرجر، الستاتيك برجر. اقدر اسوي تمبرتشر مثلا، هذا توزيع درجات الحرارة. لاحظ هنا هذا السطح الساخن من هاي الجهة والسطح البارد من هاي الجهة. اقدر اسوي توزيع السرعة مثلا، اشوف سرعة الفلو شلون تتغير. شوف هنا يصير عندي أعتقد البرنامج انطفى عندي، سأحاول أرجعه. اوكي هسه هنا طبعا هنا دا يعطيني مقدار السرعة وتركيزها، وين السرعة على سرعة، بس ما دا يعطيني اتجاه السرعة وين. فاقدر اروح على الفيكتور واستعرض الفيكتور بهذا البلين، فيلوستي فيكتور. طبعا شوف هنا الفيلوستي فيكتور شلون يوضح لي وين دا يصير عندي السرعة أعلى شيء. أوكي يصير عندي السرعة وين أعلى شيء. لاحظ الجدار الساخن شبيه يصير، يصير عنده السرعة اتجاه السرعة يكون للأعلى. ليش؟ لأنه قلنا الفلويد يسخن بهاي المنطقة، وبالتالي شبيه يصعد للأعلى بهالاتجاه. من دا يروح الفلويد لهناك يقابل سطح بارد بهاي المنطقة، فدا يصير بانخفاض للأسفل، أو بسبب انه وزنه دا يزيد، فدا ينخفض الفلو باتجاه الأسفل. اوكي انا هسه بالنسبة حد الآن نفس البرنامج هذا نقدر نستخدمه بحالة الجريان. يعني نقدر يكون عندنا جيومتري مثلا لجريان داخل أنبوب أو داخل دكت، و نتعرض إلى عدة أنواع من مثلا إلى حرارة أو هيت فلوكس او اي نوع من انواع اللود. راح نرسم فد جيومتري هسه على سبيل المثال. نرسم بايب بقطر عشرين
20 سنتيم العفو 20 طيب 30 ملي 3 سنتيم و الفرونت بلين نرسم نرسم باث لهذا ال نضيف فلت بالأركان ونسوي الخطوة اللي هي سويب السكشن هو هذا والباث هو هذا هذا صار عندنا وايب بهالشكل هذا اوكي هسه هذا نسيفه نجي نسحب هنا على نفس ال ناخذ برنامج ثاني ناخذ نفتح فلونت ثاني ونسحب الجيومتري مالتنا الجديدة ريبليس او نسحب هنا بارت رقم 4 ونروح على خطوة المش ايضا مثل ما سوينا بال الخطوة السابقة أو بالبرنامج بالحل السابق نروح على الجيومتري ونضي جنريت مش أيضا يعني إذا أشوف عدد الإلمنت قليل أقدر أزيده أوكي وهسه هنا طبعا شنو عندي اللي احتاج انا اعرفه هو الانلت والاوتلت مثلا هذا ناخذ كرييت نيم سيلكشن نعطي هذا انلت اوكي وهذا اوتلت طبعا هنا التسميه راح تلعب دور بال اذا انا كاتبها بشكل صح الالت والاوتلت النوع مالتها راح ينطي البرنامج هناك بالفلونت من ادخل راح ينطيني اياها دايركت راسا راح يسمي لي هذا فيلوستي الالت وهذا فيلوستي برجر اوتلت راح البرنامج هو راح ينطيني النوع مالته دايركت بدون ما اني اذا لا غلطان بالاسم او مسميه غير اسم لا راح احتاج انه هناك اعرف النوع مال الفلو او العفو النوع مال الوول هذا طبعا هنا عندنا الجدران الباقية راح اسميها ليش لانه احتاج ان اضيف بها هيت فلوكس وراح اسميها كرييت وول سيلكشن اسميها هيت دول اوكي راح اشوف انه التسميات مالتي هنا موجودة هذا الالت هذا الاوتلت وهذا الهيت دول هسه لحد الان كملت هنا اللي احتاجه بخطوة المش اروح على الخطوة اللي بعدها اللي هي قلنا نسوي ابديت للمش رايت كليك عليه نسوي الابديت
لاحظ صار اكو عندي علامة صح على المش، معناته كملت انا هالخطوة. طبعا برنامج الفلونت التابع للحالة الأولى بعده مفتوح، راح احتاج اسده. اوكي، بعدها ندخل على برنامج الفلونت من خلال خطوة السيت اب، ايضا دايركت نشغل بدون نغير بالاوبشنات. هنا هاي الحالة عندي بيها يعني الكيس بها جريان، فلازم انتبه على الشغل مالتي انه طبعا اذن الاوبشنات ما غير بهن، بما انه انا ستدي فما راح احتاج اغير الترانزيت ستدي الى ترانزيت، ولا اشغل الجرافيتي لانه هو فورست جريان بفعل الضغط، فما يحتاج شغل الجرافيتي، ما يعتمد على الحرارة. ايضا البريشر بيست تبقى نفسها. فاروح على خطوه الموديل. الموديل هنا أنا شو احتاج اشغل؟ احتاج اشغل الانرجي، لان انا عندي تاثير درجه الحراره، يعني السطح هذا راح اخليه متعرض الى هيت فلكس مثلا سطح البايب. واللامينر الحاله الاولى راح ناخذ لامينر وبعدين راح نشغل التيربلنت. هسه انا راح اشتغل لامينر فلو، بس طبعا لازم احسب حسابي انه السرعة مال الفلود اللي داخل للبايب لازم احسب الرينولد مالتها، واحنا نعرف الرينج مال الرينولد مالتنا، يعني اذا الحد 2500 رينولد داخل البايب هو يعتبر لامينر، فوق 2500 يعتبر تيربلنت. ماشي، فاخلي هذا بنظر الاعتبار من اشتغل اني لامينر او تيربلنت. نجي على الماتيريال، هسه انا شغلت الانرجي والحالة هي لامينر. اجي على الماتيريال، الماتيريال هنا راح اضيف المي، اروح على الفلوينت داتابيس وانزل للاسفل راح القى الووتر ليكويد، هنا اقول له كوبي. الاحظ انه الووتر ليكويد نزل بهاي الخانة مثل ما دا اشوفه، فاروح على السيل زون اعرف اقول له البارت هذا مالتي، هذا البارت اللي هو تايب مالته فلويد، دبل كليك عليه اقول له هو عبارة عن ووتر ليكويد وليس هواء، ووتر ليكويد، حتى يعرف البرنامج انه انا دا اشتغل هذا هاي الجيومتري مالتي هي ووتر ليكويد، هاي الجيومتري هي ووتر ليكويد. زين، نجي على الباوندري كونديشن. الباوندري كونديشن عندي انلت واوتلت وعندي هيت دوال. نشوف الانلت، الانلت شوف البرنامج شو اخذ لي النوع مالته التايب، ما اخذ لي هو، بس من نروح على الهيت دوال لا التايب مالته هو وول، شوف التايب مالته هو وول، لكن الانلت هنا اخذ ليها انلت فيلوسيتي، الاوتلت سوي ليها بريشر اوتلت. نجي على الانلت، الانلت هنا انا راح انطيه مثلا سرعة خفيفة بالبداية، اعتبر حتى الجريان يكون لامينار، فراح انطيه سرعة بحدود البوينت او 1 متر بير سكند، والقطر عندي هو 3 سنتيم. اوكي، طبعا اذا عندي درجة حرارة الفلويد الداخل اقدر اغيرها من هنا الثيرمال، اروح على خانة الثيرمال واغير درجة حرارة الدخول للهواء، لكن هنا راح اعتبرها 300. اوكي، الاوتلت هنا بريشر اوتلت، فمعناتها دا يخرج الجيج بريشر مالته هو صفر، فمعناتها دا يخرج المن يعني الهواء دا يطلع من البايب دا يخرج للضغط الجوي، فالجيج بريشر مالته هو صفر، فبقي على الديفولت. نجي على الهيتد وول، السطح المسخن اللي هو قلنا السطح الخارجي مال البايب كله ككل، هنا هو ستيشنري نو سليب ما بي انزلاق. اروح على خانة الثيرمال، اقدر اضيف لهنا هيت فلابس
اقدر اضيف له temperature يعني على السطح، convection اي شيء يعني انا احتاج او حسب المسألة مالتي. لكن هنا هسه فرضا راح نضيف له هيت فلكس، نعتبر قد هيت فلكس مقداره 1000 واط على المتر المربع، واقول له اوكي. هاي الخطوة خلصت، باقي ما عندي بعد خطوات اخرى غير اروح على الانيشياليزيشن مثل ما قلنا، انطي ستاندر انيشياليزيشن انيشياليز، وراها اروح على خطوات الحل، انطي مثلا 100 اتريشن نمبر اوف اتريشن، واقول له كالكوليت. راح اشوف البرنامج راح يبدي يحل، والكيرفات مالتي مال الريسيجوال هي بالشكل هذا. كالكوليشن كومبليت. هنا شوف، هنا بهاي الحالة شوف البرنامج ما وصل للميت خطوة اللي يعني مطيها او الميت اتريشن، قبلها بحدود 92 اتريشن وتوقف. هنا شنو السبب؟ لانه كل الكيرفات وكل المعادلة الريسيجوال الخطوط الريسيجوال هذه وصلت الى الرينج المحدد بالبرنامج الديفولت اللي هو 10 اس ناقص 3. من نزلت جوا 10 اس ناقص 3 اذا يتوقف البرنامج لحد هنا ويقول كالكوليشن كومبليت قبل ما يخلص الميت اتريشن اللي انا منطيه. نجي على استعراض النتائج نشوف هسه ايش صار عندنا بالفلو هذا. استعرض مثلا على الهيت دول، اشوف درجات الحراره مثلا عندي، شوف هذا الهيت دول، اقول له فيلد. هنا طالعين الخطوط مال كونستانت تمبرتشر، هذه الخطوط تمثل الكونستانت تمبرتشر كل لاين من اللاينات، اقول له مثلا فيلد اعطيني اياها، راح يعطيني درجات الحراره بشكل مثل ما اشوف درجات الحرارة. على السطح وقيمها، طبعا هذا الليجند هنا يعطيك القيم مال درجات الحرارة اللي هي الأحمر اللي هي أعلى شيء 311 درجة كلفن، والأقل شيء اللي هي القلت كانت عندي 300 درجة. نقدر نستعرض مثلا نسوي ايزو سيرفيس داخل هذا البايب، اروح على نيو سيرفيس ايزو سيرفيس و اسوي له هنا ايزو سيرفيس باتجاه الزد. ليش؟ حتى عمودي على الزد، حتى يقطع لي البايب كله بالعرض، يقطع لي البايب على الشكل مالته. فاروح على الزد دايركشن، هنا راح يكون عندي البلين اللي راح يقطع بيه هو عمودي على الزد، يعني يفيدني هنا بهالحاله. فاقول له كومبيوت و اخلي القيمه مالته هي الايزو فاليو 0 حتى يقطع ليها بالمنتصف. اجي اشوف الوول مالتي، هنا هسه سوالي ديسبلاي، هذا هو البايب مالتي. هنا سوالي قطع بداخل البايب بالمنتصف، هذا يمثل هنا الستاتيك تمبرتشر درجات الحرارة مال الفلود اللي بداخل البايب مثل ما اشوفها. اقدر استعرض مثلا الضغط، هذا توزيع الضغط اعلى شيء بالبداية واقل شيء بيكون بالنهاية اللي هو 0 عند المخرج وعند الخروج للضغط الجوي. اقدر استعرض السرعة، اشوف هنا توزيع السرعة مثلا، شوف السرعة هنا قريبة من الجدار تكون 0 او قريبة من الصفر، وبالمنتصف بمنتصف البايب تكون اعلى شيء. هنا المنطقة صار بيها دوامات نتيجة للإلبو او هذا العكس الموجود،
وهاي المنطقة أيضا صار بها دوامات. طبعا هاي تتوضح من خلال الفيكتور، إذا رحت على الفيكتور واستعرضت الفيلوسيتي فيكتور بهذه المنطقة، شوف هنا الفيلوسيتي فيكتور بهاي المناطق، مثلا هنا نشوف هنا الفيلوسيتي فيكتور، هنا نشوف هاي المنطقة صار بها دوامات، هنا نفس الشيء بهاي المنطقة أيضا صار بها دوامات. وهذا توزيع السرعة أو الفيلوسيتي فيكتور لهاي الحالة. لحد الآن كملنا خطوة الفلويد فلو بداخل البايب في حالة اللامينر. إذا أريد أشغلها بحالة التيربلنت طبعا لازم تكون عندي السرعة أعلى، يعني هسه إذا أروح أعيد هاي الخطوات من جديد، أروح على الموديل أشغل موديلات المكان اللامينر، أشغل التيربلنت فلو كويجن. عندي عدة خيارات المناسب للفلو بداخل بايب. طبعا هاي موديلات مال التيربلنت فلو، كل موديل كل مجموعة معادلات تشتغل على او تكون ملائمة لكيسات معينة، لكن الكيس اللي احنا راح نشتغل بها اللي هي تشتغل على اكثر الحالات الهندسية اللي هي نسميها الكي ابسيلون، هذه كي ابسيلون من تضغط عليها راح يطلع لك عدة اوبشنات، احنا ما راح نغير بهن، راح نشتغل على الديفولت. فالكي ابسيلون ونضغط اوكي، نجي بعد على الباوندر كونديشن نغير السرعة بالإلت شوية نزيدها. ليش؟ لأنه عندنا الحالة صارت تيربلنت، فراح نطي مثلا 0.1 السرعة. اوكي شوي السرعة صارت أعلى هنا، وراح أروح مرة ثانية أسوي initialize و الخطوات عدد الايتريشن 100 واسوي كالكوليت. البرنامج هنا ايضا راح يستمر يحل الى ان يكمل الخطوات او ما يكملها حسب النتائج اللي راح تطلع. شوف هنا أنا بالمعادلات انضافت معادلتين جديده، هي معادله الكي والابسيلون اللي هي تابعه الى ال التيربلنت فلو او اللي تحل التيربلنت فلو. هسه خلص 100 ايتريشن وما توقف البرنامج، معناتها انه يحتاج ان يسوي بعد ايتريشن، لكن احنا حتى نختصر الوقت ما راح نسوي ايتريشنات اكثر. هنا نستعرض مثلا هذا توزيع السرعة، شوف هنا السرعة صارت اعلى بهاي الحالة، تختلف عن الكيس اللي قبلها. توزيع السرعة هنا صار غير شكل، توزيع الضغط ايضا اختلف عندنا، ودرجات الحرارة اختلف ايضا اختلفت. زين هذا توزيع درجات الحرارة داخل البايب. نجي نشوف الفيلوسيتي فيكتور، شوف هنا ايضا تغير عندنا، صار عندنا السرعة بما انه صارت عالية، يعني سرعة عالية فانتظمت اكثر، ما صار عندنا دوامات بهاي المناطق اللي قبل شوية كنا نشوف بها دوامات. المناطق اللي قبل شوي كان بها دوامات اختفت الدوامات لانه السرعة مالت الفلو زادت، فما راح يصير عندي يعني العكس الموجود ما راح يقدر يسوي دوامات بسبب الزخم مال الفلو صار عالي.
لحد الآن خلصت أنا الخطوة الخاصة بالفلود فلو، جريان الفلود بداخل الدكت أو بايب بحالة اللامينار وبحالة التيربلنت، واستعرضنا النتائج. فإذا أكو سؤال قبل ما